عن فن الطبخ، عن الجاسترونومية. فاطمة، كيف بتستخدم فاطمة الشوكولا بمطبخها؟ فيليز من نوع ستيك بعملها بالفرن وبحط لها صوص شوكولا. لحمة مع صوص شوكولا؟ صحيح، يمكن غريب شوي عليكم بس ابتكار كتير حلو. كيف يعني ستيك لحمة مع شوكولا؟ كيف بتكون؟ أنا بشويها وبعملها مع شامبينيون وبرجع بعمل الصوص مع مرقة اللحمة وبزبطها. أي أنواع شوكولا بتستعمل؟ الشوكولا لا أنا دارك شوكولات، شوكولا الأسود فيه كاكاو أكتر؟ دارك شوكولات 85%، مش شوكولا اللي فيه حليب وسكر. لا أكيد لا، بدها تكون بدون سكر. نعم، عشان بدها تتطابق مع الطبخ. وبدك إياها باردة أو سخنة؟ لا سخنة طبعا. كيف طيب ممكن تكون طعمة لحمة مع شوكولا؟ كتير طيب. كيف بتاخد أنت هوت شوكولات؟ قريبة منا بس فيها ملح. عاملة أكلات أخرى بالشوكولا؟ ايه طبعا. أيضاً؟ طبعاً عاملة أكلة اسمها هولي مول، هي أكلة ابتكار كتير طيب. هولي مولي؟ هي كمان من الدجاج، بحط له أنا فليفلة وحار هوت يعني تشيلي صوص وبحط له كمان شوكولا، كمان كتير طيب. لحمة وشوكولا ودجاج وشوكولا. صحيح. حبك للشوكولا دفعك تطبخي بالشوكولا أو حبك لفن الطبخ دفعك تعملي أكل بالشوكولا؟ صراحة اثنين. أنا كتير سهواني الطبخ وخصوصا الأكل الصحي، وكمان الشوكولا كتير بحبه. مثل ما شفنا خلال الحلقة للشوكولا في بعض الفوائد، بيساعد لتجنب بعض الأمراض إذا أكيد واحد استخدمه باعتدال. الشوكولا وخصوصا الشوكولا اللي ما بيحتوي على نسب دهون مشبعة وسكر وسكر كتير. قدي هذا طبق لحمة بالشوكولا يعتبر طبق صحي نوعا ما؟ هلأ هو ما بيعتبر صحي 100%، لأنه أنا كمان صراحة بستعمله زبدة بالفيليه، بحط لها زبدة، وبالنسبة لدجاج تشيكن كمان بحط لها زبدة وبخلطها مع زيت زيتون. هلأ هي ما فيها كتير دسم إلا أنا بحط النسبة قليلة كتير من الزبدة. شو بتحبي أكتر، ستيك مع صوص بوافغ مثلا أو ستيك بالشوكولا؟ صراحة لا، مع شوكولا. صراحة مع شوكولا. وبفيك تتحلي بعد ما تاكل ستيك شوكولا؟ لا لا لا، اكتفيت خلاص. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصير على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصير على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.